المقابله بين المنتخب المغربي ومنتخب ناميبيا كانت صعيبه على المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي بطريقه اللعب ديالو تيبان بان اللاعبين داخلين باش يحاولوا يحققوا نتيجه، لان عارفين بان المفتاح ديال التاهل هو هذه المقابله الاولى 3 نقاط، لان عندهم جوج مقابلات اللي جايين، مقابلات صعاب مع منتخبات كبيره على الورق. هذا هو المنتخب اللي يعني ضعيف، واخا ما بقاش في الكره ضعيف، منتخب تيلعب كره انجلو ساكسونيه ممتازه. اللاعبين المنتخب مع مرور الوقت بينوا بانهم تنرفزوا، تنظر بان اللاعبين عارفين بان هذه المقابله خصها تربح، واللاعبين الحق كانوا لاعبين اللي حتى تيبان عليهم بانهم ناقصهم بحال متسرعين، خصهم يجيبوا الهدف في اقرب وقت. اظن مازال 45 دقيقه ممكن المنتخب المغربي عندهم اللاعبين باش يرجع يعني باش يسجل الهدف انتصار ولا الثاني. مقابله صعيبه في واحد الجو اللي درجه الحراره تكون مرتفعه، المنتخب الناميبي يمكن هذا الجو هذا تيوالمو. اظن بان المنتخب المدرب رونار غادي يعرف كيفاش يوظف هذه الجوله الثانيه، كما تيقولوا الجوله الثانيه تتكون ديال المدربين، وتنظر بان المنتخب المغربي عنده بالامكانيات باش ينتصر، ونكونوا متفائلين بانه غينتصر. التوقع ديالك في النتيجه؟ وانا اظن التوقع ديالي على ما تيبان لي المنتخب المغربي، حنا غنكونوا العاطفه غادي تحكم ان المنتخب المغربي غينتصر ان شاء الله بواحد الصفر. شكرا. الشوط الاول الفريق المنتخب الوطني اللي كان رتيبك شويه باين على الفريق ديالو ديكسي، وسميتو وحتى الجو شويه ولا هذاك اللي كان عامل من العوامل اللي خلى المنتخب يكون في هذا النيفو هذا. كنتمنوا ان شاء الله في الشوط الثاني المدرب يصلح الاغلاط اللي كانت واضحه في الشوط الاول، هو التسرع اللاعبين. كنتمنوا ان شاء الله الفوز لفريق المنتخب الوطني 2-0 ان شاء الله. شكرا الاخوان على هذه الاستضافه. المنتخب الوطني في الحقيقه ما لعبش الكره بحكم لونسيان جوار ديال اولمبيك وزان، ودرنا واحد المقابله ضد القدامى ديال كوكب مراكش دابا حاليا مع 11 الصباح، وجينا من كرير باش نتفرجوا في هاد المقابله المنتخب. والمنتخب ما في الحقيقه ما مشرفش الكره المغربيه بتاتا، لان عنده اللاعبين فاشلين، ما عندهمش الغيره على الوطن، وفي الحقيقه هادشي ما عجبناش، والله ما عجبنا. بحال بوصوفا ما عنده يزيد، ما عندوش اضافه مع المنتخب يزيد، ما كايناش الكره كتكون عندنا في القدام كترجع للديفونس، ديك الشيء هذاك راه طلع لنا في الراس. حنا خصنا الكره لاطاك، يعني المنتخب الا عنده يلعب الكره سريعه ومع زياج مع الناصري يلعبوا الكره خفيفه، راه يطلبوا الله الخير ان شاء الله.